أمين وأفضل أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ أيضا بدرسنا الجديد، ألفت النظر إلى أن الأسئلة التي تتعلق بدرس يوم الاثنين في الجهاد ينبغي أن توجه إلي في ذلك اليوم، والأسئلة التي توجه إلي يوم الخميس ينبغي أن تكون متعلقة بدرس رياض الصالحين، فأرجو ملاحظة هذا المعنى. باب استحباب التوسط في اللباس، وأن لا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الكلام يتمم الشيء الذي كنا ذكرناه في الدرس الماضي والذي قبله أيضا، من أن الإسلام يدعو المسلم إلى أن يظهر أمام إخوانه بالمظهر اللائق إذا كان ذلك ممكنا، وأن لا يتكلف مظهر الفقر والقذارة ونحو ذلك وهو قادر على أن يتنزه عن هذا. قلنا ذلك وشرحنا في هذا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام تأكيد لما كنا قد أوضحناه بطريقة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذه قاعدة إسلامية عامة وكلية، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أي إذا أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بنعمة في ماله، في مظهره، في عافيته، في أي شيء يتعلق به، فمن العقوق مع الله سبحانه وتعالى أن يخفي معالم هذه النعمة عن الناس. وإن هو فعل ذلك فكأنه ينكر هذه النعمة التي أسداها الله سبحانه وتعالى إليه. هذا هو لسان حال مثل هذا الإنسان. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بمال وفير يستطيع أن ينفق منه على الثياب اللائقة التي ينبغي أن يتجمل بها أمام الناس، فأبى أن ينفق شيئا من ماله على هذا، وأصر أن يبدو أمام الناس أشعث أغبر، وأن يرتدي من الثياب ما ينطق بفقره ويدل على عوزه وحاجته. هذا العمل ليس فيه إساءة إلى الناس، بل هو قبل ذلك ينطوي على إساءة مع الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن هذا العمل يعني له معنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يعطه، لم يكرمه،
لم ينعم عليه، في حين ان الله اكرمه وانعم عليه واعطاه. فهذا نوع من اسوأ انواع العقوق. ثم اننا نعلم ان الله عز وجل يأمر عباده بالشكر، وآيات كتاب الله عز وجل تفيض بأمر العباد بأن يكونوا شاكرين لله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك. فما معنى الشكر؟ معنى الشكر أن يصرف الإنسان النعمة التي أنعم الله بها عليه إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا أكرمني الله عز وجل بمال ثم أخفيت هذا المال فلم أظهره في بيت لائق أسكنه، ولا في ثوب لائق أرتديه، ولا في طعام مقبول جيد آكله وأتغذى به، فهذا يعني أنني كفرت النعمة وجحدتها. وهذا نقيض شكران، نقيض شكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يفعل ذلك إنما يقول للناس ها أنا ذا بهذا الشكل، أنا إنسان لم يكرمني الله عز وجل بالمال الوفير. والدليل على ذلك هذه الحال التي أنتم تروني عليها. وقد ورد ما يؤكد هذا المعنى الذي يرويه لنا الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرويه أبو الأحوص أن أباه قال، يقول إن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة مزرية، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشعث سيء الهيئة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لك مال؟ أليس عندك مال يعني تحسن فيه من هيئتك؟ فقال له من كل المال قد آتاني الله عز وجل، أي آتاني الله من كل أصناف المال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله إذا أنعم على عبد أحب أن ترى عليه. إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبد يحب الله عز وجل، ولماذا أنعم عليك؟ لماذا أعطاك المال؟ من أجل أن تدفن هذا المال في الغياهب، من أجل أن تتمتع به وتعلن من خلال تمتعك به شكرك لله سبحانه وتعالى. وهذا أدب كبير من آداب الإسلام التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. لكن ينبغي ونحن نقول هذا الكلام أن نعلم الضوابط وأن نعلم القواعد حتى نجمع بين الآداب الإسلامية كلها. مثلا رب رجل يسمع ما أقول الآن فيتصور أنه لا حرج في أن يبذر ينفق ماله على الموائد العامرة الفخمة التي تخرج عن حدود اللياقة وعن القدرة المالية التي متعه الله عز وجل بها. ربما يفهم من كلام رسول الله هذا الإطلاق، ما ينبغي أن يفهم الأمر بهذا الشكل. الموضوع مرتبط باللياقة المالية التي تتمتع بها، فلا تعلو فوقها، عندئذ يسمى ذلك بزخا وترفا، وكلاهما محرمان، والتبذير من أسوأ ما يحرمه الله، ويقول إن المبذرين من إخوان الشياطين. وما ينبغي أن تهبط أيضا عن قدرتك المالية فذلك شح وهو بخل. إذن
المعنى الذي يقصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تكون على المستوى اللائق المتفق مع دخلك، فلا تزيد فيكون ذلك ترفا وتبذيرا، ولا تنقص فيكون ذلك بخلا وشحا. هذا شيء. شيء ثاني، أن لا يكون القصد من هذا التباهي على الآخرين التكبر، المنافسة في التظاهر بالنعمة، هذا محرم أيضا، حتى ولو كان الشيء الذي تتمتع به أمرا تافها. متى كان القصد من ذلك التباهي على الآخرين والتعالي عليهم تحول الأمر إلى تكبر، والمتكبر لا يدخل الجنة ولا يجد رائحتها. هذا شيء ثاني. شيء ثالث، الإنسان في بعض الأحيان مدعو إلى أن يخشوش، إلى أن يعني يبتعد عن التنعم، مثل الإنسان عندما يكون في الحج، الحاج أشعث وأغبر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة مستثناة عن عموم هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالة أخرى، الإنسان الذي أنعم الله عليه بالمال، ينبغي فعلا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرى أثر نعمته عليه. نعم، هذا هو الأصل، ولكن في نطاق التربية هنالك أمور دعانا الله عز وجل إليها وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في حالات وفي نطاقات ضيقة. فمثلا الرجل الذي أكرمه الله عز وجل بزوجة وأولاد، مدعو إلى أن يربيهم التربية الملائمة للمنهج الإسلامي الذي شرفنا الله عز وجل به. وسائل التربية كثيرة، كما يبين لنا الإمام الغزالي في كتابه الإحياء. من جملة ذلك أن لا يعود الوالد أولاده على التنعم دائما، وعلى أن يجدوا أنفسهم كل يوم أمام موائد عامرة بأطيب أنواع الطعام. ممكن أن يتصور والد هؤلاء الأطفال أو رب الأسرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذن ينبغي دائما أن لا يحرم أولاده، وقد أكرمه الله بالرزق الوافر وعنده قدرة، إذن دائما ينبغي أن يتمتعوا بأطيب أنواع الطعام وأشهاه. هذا غلط، هذه هي القاعدة. نعم، ولكن ينبغي للوالد أن يربي أولاده على التعود على الأخشيشان، وينبغي أن يمنعهم بين الحين والآخر من هذا الذي يعودهم عليه، أي ينبغي بين الحين والآخر أن يطعمهم الطعام البسيط الذي لا ينال أفضل منه الفقراء، وينبغي أن يجيعهم بين الحين والآخر، فإذا اشتد بهم السغب والجوع قدم لهم البسيط البسيط من الطعام حتى يعرفوا قيمة النعمة. قيمة النعمة ترى بالتمتع بها، وقيمة النعمة أيضا ترى بإشعار الإنسان نفسه إليه. ألوان التربية موجودة في دين الله سبحانه وتعالى، قد توسع في هذا الباب الإمام الغزالي بابه. فإن قال قائل كيف نوفق،
بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وبين هذا الأمر؟ ما من عام إلا وخصص. دائما المبدأ أو النص الذي يأتي عاما لا تتصور أن عمومه سار دائما بدون تخصيص، في استثناء، في تخصيص المطلق، في تقييد بالنسبة لحالات خاصة معينة. ولذلك ينبغي أن يربي الرجل أهله على الاخشيشان، يعني في كل أسبوع يجعلهم يجوعون فلا يجدون طعاما، ويستمر بهم الجوع ساعات، ثم يجمعهم يجلسهم ويحدثهم عن معنى الجوع وألمه وشدته، ثم يلفت نظرهم إلى الفقراء الجائعين الذين يجوعون فلا يجدون ما يجدونه هم من الطعام السائغ اللذيذ. نعم، يربيهم بين الحين والآخر على هذا، لا دائما، لأنه يخالف هذا الكلام رسول الله هنا، ولكن مرة ومرة هكذا وهكذا. إذن كما يقول الإمام النووي في عنوانه لهذا الباب، باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي، هذا هو المقصود الشرعي. المهم أن يكون الإنسان جامعا لأطراف المبادئ التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، والتي ينبهنا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: كيف نوفق بين هذا وبين قول رسول الله وبين قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها؟ نعم، كانت تمر الليالي ذوات العدد ولا يستوقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم نار لطعام. هذا الحديث صحيح، ليالي ذوات العدد ربما مر الشهر أيضا وأكثر، ولا يستوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار لطعام. قال لها أحد صار: فماذا كنتم تكون؟ قال: إن هو إلا الأسودان، التمر والماء. فممكن أن يقول قائل: هذا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لا، ما في معارضة أبدا. عندما تكون النعمة موجودة في دارك ثم تحرم نفسك منها فقد وقعت في طائلة هذا الحديث وخالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يكون في بيتك الطعام الذي تستطيع أن تأكله أنت وأولادك ثم تحرم نفسك منه دائما بهذا الشكل، فقد خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تمر الليالي ذوات العدد ولا يستوقد في بيته نار لطعام، هل كان يوجد في بيته القوت والمؤونة التي يمكن أن يستوقد النار من أجلها لطعام؟ إن كان موجود فقد خالف فعلا نصيحته، خالف فعله قوله. لكن عندما كانت تمر هذه الليالي أو هذه الأسابيع ولا يستوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لطعام، لم تكن هذه النعمة موجودة. قد يقول قائل: أين تذهب هذه النعمة وكانت تأتيه أموال، والغنائم التي كانت تأتي نتيجة للحروب الخمس منها للرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء. كان صلى الله عليه وسلم ينفق ذلك كله. نعم، وقد مرت أحاديث كثيرة أوضحنا فيها
عادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأتيه مال كثير أو قليل ويبيت عنده هذا المال ليلة واحدة ينفقه كله، فإذا أنفقه لم يبقى شيء. إذن هذا غير داخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيضا إذا كانت النعمة تأتيك رغدا من كل مكان ولكنها تدخل عليك من باب وتخرجها في الوقت ذاته من باب آخر للمحتاجين والفقراء كما كان يفعل رسول الله، فأنت أيضا طبعا من حقك ألا توقد نارا في بيتك لطعام وأنت في هذه الحالة لا تخفي نعمة الله عز وجل عليك، أنت تظهرها لكن بشكل آخر، أنت تظهرها بالإنفاق وبالإعطاء. يعني متى يخفي الإنسان نعمة الله عز وجل؟ بأن يأتيه المال ثم يضعه في الصناديق ويغلق على هذا المال، هذا هو الإخفاء وهذا هو الشيء الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المطلوب؟ المطلوب أن تظهر أثر هذه النعمة. كيف تظهر أثر هذه النعمة؟ إما بأن تمتع نفسك وأولادك بهذه النعمة أو بأن تنفق من هذه النعمة على الفقراء والمحتاجين. في هذه الحالة تكون قد أظهرت نعمة الله سبحانه وتعالى بأفضل طريقة. وهنا يمكن أن يقول قائل أيضا، طيب رجل عنده زوجة وأولاد، يعطي الفقراء أم يكرم أولاده وأهله؟ المسألة تعود إلى مستوى هذا الأهل. إذا كان أهله كأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتبطون بأن يذهب هذا المال إلى المحتاجين فوالله أنفق ولا حرج، وأما إذا كان أهلك دون هذا المستوى فلا تجرهم إلى المستوى الأعلى غصبا. المسألة فيها تفصيل أيضا، هذا مما يقوله الإمام الغزالي في الإحياء. يعني لو أن رجلا كريما يشفق على الفقراء والمحتاجين زاهد، لا إذا جاءه طعام يحب أن يعطيه للمحتاجين، لكن عنده زوجة وأولاد، زوجته ليست على مستوى، أولاده ليسوا على هذا المستوى ذاته، هل يجوز له أن يحملهم حملا وأن يجبرهم على أن يرتقوا بالتكلف إلى مستواه؟ لا، حقك وحظك أعطيه للناس، لكن أولادك ما ينبغي أن تفعل بهم ذلك. لكن إن كبروا وجعلهم الله عز وجل على هذه الحالة زاهدين كرماء يطيب لهم أن ينفقوا حقوقهم على المحتاجين، فعندئذ التنسيق تكامل لا مانع، وهذا ما قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ننتقل بعد هذا إلى الباب الذي يليه وعنوانه باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحديث متفق عليه، أي من رواية البخاري ومسلم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما الحرير أيها الإخوة؟ كلمة الحرير اليوم كلمة تشمل صنفين من الثياب، تشمل تلك الثياب التي تنسج مما يفرزه دود القز، دود معروف اسمه دود القز، يفرز نعم خيوطا
تؤخذ هذه الخيوط ثم تحاك ثيابا، هذا يسمى حرير في هذا العصر. كلمة حرير أيضا تطلق على ثياب أنواع أخرى من الثياب تشبه شبها شديدا هذا الحرير الطبيعي الذي ينتجه دود القز، أيضا يسمى في هذا العصر حريرا، وهو مما ظهر في هذه العصور المتأخرة، وهو في الواقع يشبه شبها كبيرا ذلك الحرير الطبيعي. إذن فكلمة الحرير اليوم تطلق على هذين النوعين من الثياب. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأحاديث أخرى آتية نهى الرجال عن لبس الحرير، استعمل هذه الكلمة لبس الحرير. ماذا نفهم من هذه الكلمة؟ هل نفهم هذين النوعين الموجودين في عصرنا هذا؟ لا، غلط. إذن كيف؟ نرجع إلى معنى هذه الكلمة متى؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في العصر الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، في المجتمع الذي كان فيه رسول الله، كلمة الحرير ماذا كانت تعني؟ كانت تعني آنذاك نوع واحد، وهو الحرير الطبيعي الذي تنتجه بيد القز، ولم يكن آنذاك هذا الحرير الصناعي أبدا، هذا الذي كان موجودا. فإذا كان الأمر كذلك نفسر الكلمة التي نطق بها رسول الله وهي كلمة الحرير عندما نعانى عنها، نفسر الكلمة بالمعنى الذي كان شائعا آنذاك، ولا نضم إليها معنى جديدا وجد من بعده. فهذا غلط في قاعدة تفسير النصوص، قواعد تفسير النصوص تأبى هذه الطريقة. إذن من هذا الكلام فهمنا أن الحرير الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسه هو الحرير الطبيعي كما عرفتم، وهذه الأنواع الأخرى التي ألحقت به فيما بعد وأصبحت تشبهه في بريقه ونعومته لا تدخل هذه الأنواع في التحريم. هذه القاعدة ينبغي أن تعرفوها، وهي قاعدة يعني فيما يتعلق باللغة ومطبقة على كثير من الأمور. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن زكاة الفطر، عن مقدار زكاة الفطر، صاع من غالب قوت البلد، غالب قوت البلد قمح، تخرج صاعا من غالب قوت البلد، هذا المقدار يساوي زكاة فطر عن شخص. طيب صاع، ما الصاع؟ تفسر الصاع بالقدر وبالحجم الذي كان معروفا ومتداولا متى؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال لك قائل الآن الصاع في مصر يساوي كذا، لا عبرة. في العراق يساوي كذا، لا عبرة. ارجع الى عصر رسول الله يوم قال هذا الكلام، ذكاء او من غالب قوت البلد، كم هو حجم هذا الصاع؟ 4 امداد. اذا هذا هو الصاع. تطبيقا للقاعدة ذاتها، من ذلك ايضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كلمة المصورون بماذا تفسرها؟ تفسرها بالمعنى الذي كان متداولا وشائعا في عصر رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب اليوم تشققت معاني جديدة لكلمة التصوير في عصر رسول الله. كلمة التصوير كانت تعني الرسم اليدوي بالمهارة اليدوية، إن على الورق وإن محتم بظل، كله هو الذي كان يسمى تصويرا. لكن هذا الذي يسمى اليوم بالإضافة للتصوير الفوتوغرافي مثلا ما كان موجودا. معنى جديد هذا، هذا مثل الحرير الصناعي الذي انضم إلى الحرير الطبيعي في هذا العصر. نطبق القاعدة، ما المعنى الذي نطبقه لكلمة المصورون أو التصوير؟ المعنى الذي كان العرب يتداولونه ويعرفونه عندما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. فإذا عرفنا هذه القاعدة، لذلك نحن نقول التصوير الفوتوغرافي ليس مشمولا بهذا النهي الذي نطق به رسول الله عندما قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن التصوير الذي كان منتشرا في عصره وهو الرسم اليدوي. نعم. طبعا من حيث التصوير، أما إذا كانت هنالك أسباب أخرى للحرمة فالحرمة تأتي لا من أجل كونه تصويرا وإنما من أجل سبب آخر، تصوير فوتوغرافي لكن لنساء، تصوير فوتوغرافي لأشياء تثير المحرمات وتثير الإغراء نحو ذلك. لا، حرمة جاءت لكن لم تأتي من حيث أنه تصوير، جاء من جهة أخرى. الكلام الآن هو في الموضوع التالي، قد يسأل سائل ما الحكمة؟ الحرير ثوب من أنواع الثياب الأخرى، فلماذا نهى الله سبحانه وتعالى الرجال عن لبس الحرير وبلغنا رسول الله هذا النهي من خلال سنته المطهرة؟ الجواب أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الرجل فطره على صفات متميزة، وعندما خلق المرأة فطرها على صفات متميزة، وكل الناس يعرفون هذه الحقيقة. فالرجل مفطور منذ نعومة أظفاره على طبيعة تختلف وتتناقض مع النعومة الفطرية التي خلق الله المرأة عليها. هل فينا من يشك في هذا؟ منذ أن يكون الولد الذكر طفلا صغيرا تجده في تحركاته وفي أعماله وتصرفاته ونوع الألعاب التي يطمح إليها مختلف، كل الاختلاف في وضعية الطفلة الصغيرة البنت التي في مثل سنه، من حيث التصرف، من حيث الطبيعة، من حيث الحركة، من حيث نوع الألعاب. البنت تكون مفطورة على طابع من النعومة واللطف، بينما هذا الطفل تجده مفطورا على الاخشيشان وعلى المغامرة وما إلى ذلك. يتبين ذلك في الحركات وفي أنواع الألعاب وفي كل ما يمكن أن تتصوره وتتبينه. الرب سبحانه وتعالى الذي فطر الرجل على هذه الصفات شاء له أن يعيش حياة متفقة مع صفاته التي فطر عليها، وأن تنشأ الفتاة التي فطرها الله عز وجل على الطبيعة الأخرى أيضا في جو متفق مع طبيعتها وفطرتها. فالرجل الذي فطره الله على معاني الرجولة بكل ما تعرفون من مظاهر، هل يتفق مع رجولته أم يلجأ إلى التنعم المطلق في الملبس وفي الحركة وفي المظهر وما إلى ذلك وفيما يتعلق بأمور الحياة وتقلباتها؟
لو أنك وجدت رجلا بهذا الشكل لرأيت فيه سنة النشاز، هذا شيء واضح معروف. ولو أن الإنسان وقد فطره الله على طبائع الرجولة أصر على أن يعيش حياة أخرى، يلجأ إلى النعيم، يستظل بظل النعومة فيما يتعلق بثيابه ومظهره وحركاته وكلامه، في الواقع ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن الطبيعة الأولى، طبيعة الرجولة، تضمر تضمر ثم تضمر، ثم تنشأ فيه طبيعة شاذة أخرى لا تتفق مع الرجولة بشكل من الأشكال. فاقتضت التربية الربانية السليمة لرجولة الرجل أن يكون نهجه وسلوكه وثيابه وعمله متفق كل ذلك مع هذه الطبيعة. الحرير ثوب معروف بنعومته الشديدة جدا، صحيح هنالك الآن ثياب أخرى تحاك تسمى الحرير الصناعي، لكن شتان مهما حاول المقلدون والصانعون أن يقلدوا الحرير الطبيعي لم يكون هذا صنوا لذاك أبدا. فلو أن الإنسان ركن إلى هذا النوع من الثياب لجاء ذلك مناقضا للخشيشان الذي يتفق مع رجولته، لجاء ذلك مناقضا لقوة الشكيمة التي تتفق مع طبيعته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا من يعني تكريم الله عز وجل للرجل أن يمنعه من هذا الأمر. بينما الفتاة لا، ليس كذلك. الفتاة يقول الله عز وجل عنها: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. عندما تنشأ الفتاة في الحلية وفي مظهر النعومة، ثياب حلي نحو ذلك، فهذا من كمال أنوثتها مما يتفق وشأنها وطبيعتها. لكن أنت عندما تنشأ في الحلية فإن ذلك سيكون خطا معاكسا ومناقضا لرجولتك. هذه هي الفلسفة التي انبثقت عنها حرمة ارتداء الرجال للحرير. لكن قد يقول قائل: طيب ألا نقيس على الحرير الطبيعي الحرير الصناعي؟ هو أيضا له بريق وله هذه السيمة. نقول لا. لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الأول: لا يجوز القياس في العبادة في الأمور التعبدية، ولا في الحدود، ولا في الكفارات والأيمان، لا يجوز. تقيس في أمور المعاملات، بيع وشراء، هذه الأمور التي تأتي النصوص فيها مقترنة بعلل، حيثما وجدت العلة تقيس. أما القياس في العبادات لا نقيس، يعني لا تخترع صلاة قياسا على صلاة الضحى، لا تخترع صلاة قياسا على صلاة التهجد، لا يجوز لك هذا. طيب موضوع حرمة لبس الذهب الحرير من الأمور التعبدية لها حكمة، لكنها من الأمور التعبدية وليست من المعاملات المالية ونحوها، إذا لا نقيس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير، وقد عرفنا أن المراد بالحرير الحرير اللي كان موجودا آنذاك وهو الحرير الطبيعي، إذا هذا هو الممنوع. لا نقيس عليه ما نشأ بعد ذلك. الأصل في الأشياء كلها الحل ما لم يأتي دليل على حرمته. الشيء الآخر، السبب الآخر، أن الحرير الطبيعي فيه من معنى النعومة ما لا يوجد في أي نوع من أنواع الحرير الصناعي مهما اختلفت الأسماء في هذا العصر. والحرير الطبيعي فيه شيء يتنافى مع رجولة الرجل ومع الزمن، يؤثر فيه خلقيا
أجل كما قال العلماء لا يوجد هذا المعنى في الحرير الصناعي أو في غير ذلك من الثياب المستحدثة اليوم. هذا إلى جانب أننا نتحدث عن الحرمة والحل. أما لو قال قائل ما الأولى، نقول الأولى أن يبتعد الإنسان الرجل عن النعومة المفرطة في الثياب والمظهر. ينبغي، لا أقول يحرم، ينبغي أي لا يليق به أن يستغرق في النعومة المفرطة، لأن هذا يتنافى مع التربية التي ينبغي أن يأخذ نفسه بها. إذن هذه هي الحكمة من تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرير. ثم ماذا قال؟ فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا يعني أن الإنسان إذا ختم له بخاتمة حسنة ودخل الجنة، من جملة النعم التي قد يكرمه الله عز وجل بها الثياب الفاخرة، ومن جملة الثياب الفاخرة الحرير. قد يقول قائل طيب الرجل تتأثر بالحرير في دار الدنيا ولا تتأثر بالحرير يوم القيامة في الجنة؟ الجواب يا أخي، أنت مفطور اليوم على صفات معينة، فهل أنت تعلم أنك ستفطر على هذه الصفات ذاتها يوم القيامة؟ هذا شيء آخر. الباري سبحانه وتعالى لن يكرمك بنعمة إلا بعد أن يهيئك لها، فلا تجد لونا من ألوان النعم يكرم الله يوم القيامة بها عبده، من طعام، من ثياب، من متاع، أي ما تتخيل من المتع والنعم، إلا بعد أن يهيئ الله هذا الإنسان له. كل ما تتخيله من نعم الدنيا موجودة في الآخرة. الخمرة، نعم، التي حرمها الله على الإنسان في دار الدنيا وعده بها يوم القيامة. قد يقول قائل طيب الصفة التي من أجلها حرمت ألا توجد؟ لا، لا توجد آنذاك. فالمجتمع في ذلك الوقت غير المجتمع اليوم، وتلك الخمرة نعم أيضا غير هذه الخمرة. مثلا الرحيق، كلمة الرحيق اسم الخمرة، نعم، وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده بهذا، لكن قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فليس فيها الغول التي كانت سبب التحريم في دار الدنيا. قلت هذا لأحد الناس، قال لي الخمرة إذا لم يكن فيها غول لا فائدة منها، هي ذاتي بطبيعة الحال يشمئز الإنسان من يعني ازدرادها وشربها، هي إنما تشرب من أجل هذا الغول. قلت لا، الغول لا يوجد، ولكن توجد النشوة التي لا تحتاج إلى غول. يكرمك الله بالنشوة التي تطلبها دون أن تزق لك عقلا، ودون أن تسيء إلى علاقة إنسان بإنسان، ودون أن تسبب يعني شذوذا في السلوك وفي المعاملة وما إلى ذلك. نعم، والمهم أننا ما ينبغي أن نقيس متع الآخرة على متع الدنيا، أو متع الدنيا على متع الآخرة. كل ما قد حرمه الله في دار الدنيا مما تتشهاه النفوس، سيخلق الله سبحانه وتعالى لك ما يتناسب مع تلك النعم حتى يكرمك بها دون أن تجد سوءا في تعامل بها، أو دون أن تجد نتيجة سلبية في الركون إليها. والحمد لله رب العالمين.